جات يوم 28 يونيو بدأنا نخرج في مظاهرات ونطلع على وزارة الدفاع ونطلع على كذا وعلى كذا، وبدأ الشارع ينطفئ تدريجيا واحدة واحدة في هذا الوقت، إلى أن حدث يوم 30 يونيو وبينا نمشي في الشارع. أنا فاكر طلعت من ميدان التحرير أنا وأخويا محمود رحمة الله عليه لغاية الاتحادية في 4 ساعات ونص، ولقيت خطاب قدام غمرة لقيتهم عاملين منصة هناك وبتاع، وهتفنا جميعا مسلم مسيحي إيد واحدة قدام الكاتدرائية، وكان عندنا يقين إن الثورة هتنتصر وإن محمد مرسي ده لازم يسقط. شارع رمسيس اللي أنا كنت ماشي فيه كان فيه أقل من 150 ألف، مصر كلها كانت بتنتفض في هذا التوقيت. واللي كان بيصور المشهد ده كان واحد من الشؤون المعنوية، مساعد بدرجة مساعد من الشؤون المعنوية وليس أحدا آخر، مش خالد يوسف ولا غير خالد يوسف، صور بعدين يوم 1 يوليو في المظاهرة بتاعت يوم 1، إنما دي صورها واحد من الشؤون المعنوية. بعد المظاهرات العارمة دي تلقى فريق أول عبد الفتاح السيسي اتصال من هيجل اللي هو كان وزير الدفاع الأمريكي، وقال له احنا بنحذر الجيش لا يجب أن يتدخل وده رئيس شرعي وغيره. فرد عليه عبد الفتاح السيسي قال له دي إرادة الشعب المصري بغض النظر عن موقفنا، لكن هذا الشعب المصري هو اللي عبر عنه. لما راح هو وهشام قنديل قابلوا محمد مرسي، محمد مرسي قال له ده كلهم 120 ألف واحد. فسيسي كان واخد السي دي معاه قال له ده فوتوشوب، قال له ده احنا اللي مصورين في الشؤون المعنوية، اه اتفضل، قال له ده فوتوشوب انت ما تصدقش الكلام ده. فأدرك السيسي انه ما فيش فايدة، فطلع البيان اللي قاله المقدم ياسر وهبة في هذا الوقت، كان لسه مقدم مابقاش عميد من دلوقتي، اللي قال فيه ان هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، واو، وان احنا بنطرح خريطة مستقبل ستكون القوات المسلحة مدعوة لدعوة كافة رموز القوى الوطنية للاتفاق على خريطة للمستقبل. المفروض دي رسالة للإخوان، يعني لو عندهم عقل كانوا يستجيبوا ويقولوا خلاص ده الجيش جاد ما هوش بيهزر يعني. فطلع متحدث باسم رئاسة الجمهورية في هذا الوقت قال احنا ما عندناش علم بال، لم ينسق معنا الجيش المصري بهذا البيان ونحن ضد هذا البيان. وبدأنا نشوف منذ هذا الوقت استقالة 5 وزراء، استقالة 90 دبلوماسي من الخارجية المصرية، بدأت الأمور تتداعى للخلف.